بنرحب بيكم اعزائنا الطلاب، اعزائنا الطلاب في حلقه جديده من حلقات برنامجنا تبسيط العلوم، ماده جديده من مواد الصف الثاني الثانوي وتحديدا ماده الجغرافيا، ودرسنا النهارده هيكون عن الموارد المائيه واساليب ادارتها. هنحاول ان احنا نبسط هذا الشرح لانه هذا الدرس لانه بيحتوي على كميه كبيره جدا من المعلومات والموضوعات والخرائط الجغرافيه. تعالوا معنا النهارده نبدا حلقه جديده من حلقات برنامجنا تبسيط العلوم مع مستر محمد علي الكيلاني خبير مادة الجغرافيا بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أهلا بك، وشوقتنا للدرس الثاني في الوحدة الثانية في مادة الجغرافيا، وبكده يبقى يكون فاضل لنا إن شاء الله درس واحد ونختم الترم الأول في مادة الجغرافيا إن شاء الله. طبعا هو أهمية الدرس من اسمه الموارد المائية، والموارد المائية معروفة أن هي محدودة على سطح الأرض وتعاني منها العديد من الدول، أشهرها الدول العربية. ويمكن مشكلتنا الأساسية عندنا في مصر في العصر الحديث أو في الفترة الأخيرة المشكلة الخاصة بنهر النيل، ومش عايزين نقول هي كميات قليلة بقدر ما هي سوء إدارة مننا احنا كأفراد أو كأشخاص. هنعرف ازاي نديرها وازاي نستغلها افضل استغلال. ولكن ده بيعتمد من الدروس الجميله الممتعه جدا يا مستر محمد، لانه له تطبيقات فعلا في ارض الواقع. يعني طبعاً. انت اوريدي عندنا في مصر ومجموعه من الدول اللي بتطل على نهر النيل بنستخدم هذه المياه، فده بيعرفنا وبيعلمنا ازاي نرشد استهلاك المياه كمان. طبعا، ويكفي وجعلنا من الماء كل شيء حي، خاص بالانسان، خاص بالحيوان، خاص بكل شيء على وجه الارض أساسه بالتأكيد أو بيعتمد بصورة أو بأخرى على الموارد المائية. إن شاء الله النهاردة هنبدأ الوحدة الثانية، الدرس الثاني هيتكلم عن الموارد المائية وأساليب إدارتها. هناخد أول حاجة موارد المياه على سطح الأرض. موارد المياه على سطح الأرض متعددة، يمكن تصنيفها حسب الجريان، أمطار دي شكل ليها، وتعد المصدر الرئيسي للمياه العذبة وأساس المورد السطحي والمورد الجوفي. يعني الآبار والعيون أساسها الأمطار، الأنهار أو البحيرات أساسها الأمطار. المورد الثاني حسب الجريان المياه السطحية، وهي جميع الأشكال المائية التي تجري على سطح الأرض سواء كانت بحار أو محيطات أو أنهار، جداول وبحيرات، برك ومستنقعات أو غطاءات جليدية، يعني توجد على سطح الأرض أو على القشرة الأرضية. المياه الجوفية وهي عبارة عن الآبار أو العيون، ودي بتوجد في باطن الأرض في شكل خزانات جوفية سواء كانت متجددة أو غير متجددة. المتجددة بتبقى فعل الأمطار أو التسريب من الأنهار إذا كانت قريبة منها، ويوجد بعضها آبار عذبة والبعض الآخر آبار مالحة. التصنيف الثاني حسب درجة الملوحة. المياه المالحة اللي هي زي البحار أو المحيطات، ودي نسبة ملحتها بتزيد عن 6 من 10 في الجزء في الألف زي البحار أو المحيطات. طبعا هي نسبة ضئيلة جدا، ولكن لما بشوف أو بتذوق المياه اللي هي المالحة بحس إن نسبة الملوحة بتاعتها أعلى. المياه العذبة اللي هي عبارة عن الأنهار والبحيرات والكتل الجليدية، ومنها زي ما قلنا بعض الآبار الجوفية. طب لو حب يجيب لي سؤال بصورة غير مباشرة، ممكن يقول لي تصنيف من تصنيفات المياه تقل ملوحتها عن 6 من 10 جزء في الألف. هو في الأول قال لي تزيد ملوحتها عن 6 من 10 جزء في الألف، يبقى مياه مالحة. يبقى لو قالت عن 6 من 10 هتبقى مياه عذبة مثل مياه الانهار. وما نستغربش في كده، لان لو بصينا لزجاجه المياه المعدنيه وقرات المكونات بتاعتها هتلاقي فيها كميه كبيره من الاملاح المختلفه. موارد المياه العذبه في الوطن العربي. يعد الوطن العربي من اكثر مناطق العالم جفافا، حيث تقل معدلات الامطار مما يعرضه لأزمة في المياه العذبة. وكلنا عارفين إن الوطن العربي زي ما خدناه في المرحلة الإعدادية إن بيتميز بإنه بيجري في إقليم مداري شديد الحرارة شديد الجفاف، إلا بعض أطرافه الساحلية زي شمال أفريقيا اللي بيوجد في نطاق البحر المتوسط، بما تفسر أسباب أزمة مياه الوطن العربي.
أول سبب زيادة أعداد السكان، وده ممكن يجي له سؤال غير مباشر، ما العلاقة بين أزمة مياه الوطن العربي وزيادة أعداد السكان؟ تعدد استخدامات المياه، كمثل برضو ممكن يجيب لي فيها سؤال، إيه الأثر الناتج عن تعدد استخدامات المياه بالنسبة للمياه العذبة في الوطن العربي؟ ثبات كميات المياه وسوء الاستخدام. معنى كده كل عنصر منهم أنا ممكن أحطه في سؤال، سواء علاقة أو أثر أو اقتراح من الاقتراحات المختلفة. ما الأثر الناتج على أزمة المياه في الوطن العربي؟ لما زاد الضغط على استخدام المياه في الوطن العربي، نقصت المياه، زاد الطلب عليها بصورة كبيرة، المياه أصبحت من الموارد النادرة في الوطن العربي وزاد من تلوثها. مستر علي، يهمني برضو مع حضرتك واحنا بنستعرض هذا الدرس نقول شكل الاسئله وشكل الاستفسارات. حضرتك قلت ممكن تيجي بعض الاسئله الغير مباشره، يعني ايه المقصود بالسؤال غير مباشر؟ انا هرجع مره تانية للسؤال بتاع بما تفسر اسباب ازمه مياه الوطن العربي، ده لو انا قلت زياده اعداد السكان، ده انا بذكر نفس المعلومه اللي موجوده في الكتاب المدرسي، ده مستوى التذكر قلنا قبل كده مش هيجي اصلا في الامتحان. تمام. طيب ازاي استخدمها بقى؟ زي ما قلت هقول وضح العلاقة بين زيادة أعداد السكان وأزمة المياه في الوطن العربي. من المعروف كلما زاد عدد السكان كلما زادت الحاجة إلى الموارد المائية. يعني ده بيعتمد على استنباط هو فهم إيه من الدرس، طبعا ويبدأ إن هو هيستخرج كل ما وصل يسرد إليه من المعلومة المعلومات. طبقا لفهمه هو. لفهمه هو. كمثل لو أنا قلت عدد استخدامات المياه، ما أنا لو بستخدم المياه كمورد لإشباع حاجة واحدة بالتأكيد المياه كانت هتكفي. لكن احنا عندنا استخدامات عديده، لعل اشهرها زي ما نعرف غالبيتها في الوطن العربي بيروح في الزراعه، وبالاخص ان معظم الزراعات بتاعتنا بالغمر، ان ما باجي اروي الارض الزراعيه لازم بيبقى فيها كميه مياه كبيره، والا في بعض المجتمعات الزراعيه الجديده اللي بيستخدم فيها وسائل الري الحديثه زي الري بالرش والري بالتنقيط. يعني زي ما حضرتك قلت بيعتمد على كون هذه التربه او هذه الدوله ارض زراعيه في المقام الاول، الحاجه الثانيه ان في نوع زراعات ونوع يعني محاصيل بتحتاج الى كميات كبيره جدا من المياه حتى تفي بالغرض. انت وصلت كده لاساليب اداره الموارد العذبه. فعلا المركب المحصول من العوامل المهمه جدا جدا جدا، علشان كده احنا بنقول عايزين نعرفها للناس كلها لان كلنا بنشتغل عليها. العنصر اللي بعد كده المؤشرات التنمويه الداله على وجود ازمه مياه بالوطن العربي. كلمه المؤشرات التنمويه عايز يقول لي ايه العوامل اللي ظاهره خلت تقول ان الوطن العربي فيه ازمه مائيه. لو خدنا مساحه الاراضي العربيه من مساحه العالم هتلاقيها اكبر من نصيب الوطن العربي من المياه بالنسبة للموارد المائية بالعالم. متوسط نصيب الفرد العربي من موارد المياه العذبة حوالي 770 متر مكعب في السنة، في حين ان المتوسط العالمي او خط الفقر المائي 1000، يعني المتوسط بتاعنا اقل من خط الفقر المائي العالمي. نسبة الاستخدام العالمي للمياه، الوطن العربي بيستهلك كميات كبيرة للمياه، وبخاصة ان معظم هذه الاستخدامات زي ما قلت من شوية بتبقى في الزراعة والصناعة وفي الأغراض المنزلية، ويمكن دي حاجة عندنا بنستخدمها بصورة سيئة، واخدين أو حاطين في دماغنا إن نهر النيل فيه مياه كتيرة هتكفينا، وبدليل إن هي جاية من الجنوب إلى الشمال، ولكن المورد ده هيجي عليه وقت من الأوقات ويخلص، أو على الأقل هيحدث له تلوث. زي العنصر الخامس، بعض الموارد مياه الوطن العربي أصبحت شديدة التلوث. هنا هنتعرض لمفهوم من المفاهيم الجديدة عندنا اسمه الأمن المائي. الأمن المائي معناه إن أنا أشبع كافة الاحتياجات المائية سواء بالكم أو بالكيف، مع ضمان استمرار هذه الكفاية للأجيال القادمة. هنلاحظ إن هي نفس مفهوم التنمية المستدامة، تلبية احتياجات الجيل الحاضر من غير ما أهدر أو أثر على احتياجات الأجيال القادمة. ثالثا، إدارة موارد المياه. موارد المياه زي ما قلنا إما أنها مياه مالحة وإما أنها مياه عذبة. عايزين نعرف كيفية إدارة موارد المياه المالحة.
بتيجي عن طريق سن القوانين والتشريعات المحلية والدولية، وبرضه ده ممكن يجي سؤال. من وجهة نظرك أفضل القوانين أو التشريعات سواء في دولتي أو على مستوى العالم من أجل الحفاظ على موارد المياه المالحة، إن أنا أستثمرها في تحلية مياه البحر زي معظم دول الخليج العربي، أستخدمها في الزراعة الملحية وإنتاج النباتات الرعوية، أو بمعنى أدق ما تعرف باسم النباتات التي تتحمل درجات الملوحة العالية في المياه. إدارة موارد المياه العذبة ومنها رفع كفاءة أساليب الري، لأن كلنا عارفين أسلوب الري هيحدد استخدامي ليها، فالاستخدام بالري اللي ري بالغمر أو ري الحياض كما كان يحدث في الماضي بيؤدي لاستهلاك كميات كبيرة جدا من المياه، على عكس استخدام الأساليب الحديثة زي الري بالرش والري بالتنقيط. تغيير التركيب المحصولي أو بيقولوا عليه السياسة المائية، ودي الأستاذة رباب كانت اتكلمت عليها، إن يعني في بعض المحاصيل فعلا بتستهلك كميات كبيرة من المياه قد نكون في احتياج ليها مثل الأرز أو قصب السكر، فممكن أستنبط سلالات منها بتستهلك كميات أقل من المياه، أو ممكن في دولة زي مصر أقلل الزراعات بتاعتها وألجأ إلى زراعات بديلة علشان كمية المياه اللي عندي تكفي. ولكن زي ما حضرتك قلت تبعا لاحتياجات الشعب، فلازالت هذه النوعيات اللي حضرتك ذكرتها من المحاصيل الأساسية بالنسبة لنا ولا يمكن بس التطور التكنولوجي أثر فيها. هي مصر تبعت سياسة تقليل مساحات كبيرة من الأرز، لأن احنا بنصدر الأرز أو بعض كميات منه بأسعار أغلى بنجيب كميات أكتر، يبقى أنا ممكن أقلل شوية الزراعة وابقى استورد وهوفر من الفارق ما بين الاثنين عملة أجنبية. التسعير بصورة بسيطة ان انا احط شرائح بالاسعار لاستهلاك المياه، كلما زاد الاستهلاك كلما زادت الاسعار، وبالتالي انا لو عارف ان انا هدفع فلوس اكتر هيبقى استهلاك المياه هيبقى اقل. نشر الوعي المائي واهمية المياه، على سبيل المثال بعض من الاشخاص بيعتبروا ان المسطحات المائية سلة مهملات كبيرة، ببقى قاعد على الكورنيش، ببقى قاعد على كوبري، باكل بقايا الاكل او بعض الملوثات فيها، فيسيء استغلالها ويسيء التعامل معها. طبعا ده هيؤدي الى اهدارها او تلوثها او قله النفع منها. اقامه مشروعات لضبط المياه، ودي زي السدود والقنوات المختلفه، اشهرها طبعا السد العالي وهناخد امثله منها. دعم مصادر المياه بطرق غير تقليديه، زي إعادة تحلية استخدام مياه الصرف الصحي، بس لابد من استخدامها لأغراض غير غذائية، يعني ما ينفعش استخدمها في زراعة هاكل أنا منها أو استخدمها في مياه الشرب، ولكن تستخدم في الزراعات الشجيرية أو زي أغراض مواد البناء. لو أنا عايز استخدم مياه بدل ما استخدم المياه العذبة النظيفة استخدم اللي هي معاد تحليتها مرة أخرى. ولكن طبعا إعادة تحليتها مرة أخرى، وإن كان عندنا بحرين يعني في مصر البحر المتوسط والبحر الأحمر، ولكنها مكلفة جدا، فلابد من الحفاظ بقى على المصدر الأساسي وهو نهر النيل. سواء تحلية مياه مالحة أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، في كلتا الحالتين مكلفة جدا. في المفترض يبقى ليا دور في التنمية داخل الدولة وإن أنا أراعي ظروف زي كده. ومن هنا جه منطلق إن بندرس جغرافية التنمية في المرحلة الثانوية. طيب ازاي احقق التنمية المستدامة للموارد المائية؟ انا اقدر احققها عن طريق اعداد برامج لتنمية مهارات العاملين باجهزة ومؤسسات ادارة المياه وجميع مستخدميها. يعني انا ما اتكلمش على الافراد واسيب اللي قائم بعملية استخدام التحلية نفسها او توفيرها نفسها. استخدام وسائل الاعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي للتوعية بقضايا المياه، وطبعا دي منتشرة جدا في مصر، اطلاق حملات اعلامية لتوعية المزارعين باهمية استخدام اساليب ري حديثة بدلا من الاساليب التقليدية اللي احنا قلناها. نهر النيل بقى كنموذج تطبيقي، وده يهمنا جدا جدا، يعد من اطول انهار العالم، 6670 كيلومتر، الحوض بتاعه ثالث احواض العالم مساحة حوالي 10% بعد الامازون في امريكا الجنوبية والكونغو في قارة افريقيا. لو جينا لامتداد نهر النيل، هو فلكيا بيبدا من 3.5 جنوبا حتى 31.5 شمالا، اي في 35 درجه عرضيه. وفي الكتاب طالب مني في الحاله دي ان انا احدد الاقاليم المناخيه والنباتيه، واحنا عارفين ان في علاقه ما بينهم،
فلو بصيت عند المنبع هتلاقي المناخ الاستوائي والمناخ شبه الاستوائي، المناخ شبه الموسمي في هضبة إثيوبيا، والمناخ الصحراوي في كل من مصر والسودان، ومناخ البحر المتوسط على الأطراف الشمالية أو عند المصب في مصر. نهر النيل، المنابع والتضاريس. في ثلاث منابع رئيسية لنهر النيل. المنبع الدائم هضبة البحيرات، أهم حاجة عندنا بحيرة فيكتوريا، نهر كاجيرا، وبحيرة ألبرت. أعالي النيل، ودي مجموعة من أجزاء نهر النيل عددها 4، تعرف باسم بحر ليست مالحة، أجزاء من نهر النيل ولكنها تعرف باسم بحر. ببدأ بالمنبع بتاعهم من بحيرة ألبرت إلى جانب الأمطار طبعا، ثم بحر الجبل، بحر الزراف، بحر الغزال، وبحر العرب. والمنطقة دي بيفقد فيها النهر مجموعة أو كمية كبيرة من المياه، وذلك بسبب المستنقعات أو السدود النباتية أو الارتفاع الشديد في درجة الحرارة. والاتنين مع بعض بيساهموا بحوالي 16% من إجمالي مياه التي تصل إلى مصر أو في نهر النيل. المنبع الثالث هو المنبع الأهم، أكثر من 84%، ويعرف باسم المنبع الموسمي اللي هو في هضبة إثيوبيا. وده بيتكون من نهر الصوبات، النيل الأزرق، وده بينبع من جنوب بحيرة تانا، نهر العطبرة، وده بينبع من شمال بحيرة تانا، إلى جانب سقوط كميات كبيرة من الأمطار. بعد كده عندنا النيل الأبيض، واللي لو لاحظنا على النيل الأبيض هتلاقيه بيستمد جزء من مياهه من بحر الجبل، والجزء الآخر من نهر الصوبات. يعني يمكن تشبيه النيل الأبيض بالنيل الصغير من حيث المنبع، حيث له منبعان، منبع دائم ومنبع موسمي. هناك عوامل تؤثر على مائية نهر النيل، زي تفاوت كميات الأمطار، سنة هتلاقي فيه غزارة زي السنة دي، وسنة هتلاقي قلة. درجات الحرارة، كلما زادت درجة الحرارة كلما زادت نسبة التبخر والعكس. درجة انحدار المجرى، كلما زاد الانحدار زادت السرعة، مما يقلل من فرص التبخر أو التصرف. ومن هنا أنا ممكن أوجد حلول لها، سواء عن طريق التخيل أو الاستنتاج أو استخدام المهارات العليا للتفكير. يعني إزاي أقدر أتغلب على درجة الحرارة ونسبة التبخر العالية معاها أو الانحدار وهكذا. الجزئية الأخيرة عندنا بيتكلم على دور مصر في مشروعات نهر النيل. مصر الدولة الأكثر اهتماما بنهر النيل، شريان الحياة بالنسبة لمصر. أكثر من 98% من استخدامات مصر قد تصل إلى 99% قائمة على نهر النيل. علشان كده أي مشروع من مشروعات ضبط مياه النيل هتلاقي مصر متداخلة فيها بصورة أو بأخرى. فعلى سبيل المثال، إقامة المقاييس المتعددة على مجرى نهر النيل من المنبع إلى المصب تهتم بها مصر. إنشاء العديد من السدود، سواء كان للحفاظ على المياه أو لتوليد الكهرباء أو للتغلب على بعض المشكلات زي مشكلة التبخر أو مشكلة المستنقعات والسدود النباتية، هتلاقيها عندنا مصر هي اللي بتهتم بيها. يعني معنى كلام حضرتك يا مستر محمد ان بناء السد العالي وبحيره اسوان في فتره من الفترات كان قرار صائب جدا، وربما نستفيد منه حتى يومنا هذا. طبعا، لانه من اكبر المشاريع اللي اقيمت على نهر النيل. حتى في عندنا سد اوين موجود في كينيا واوغندا، ومع ذلك بحيره اوين كينيا وتنزانيا، ومع ذلك مصر اللي اهتمت بيه وساهمت تقريبا في اكتر من نصف تكاليفه في هذه الفتره. خزانه المائي هيزيد عن 200 مليار متر مكعب، هيبقى لمصر حصه منه قد تصل الى 50% منه. علشان كده مصر تعتبر الدوله الوحيده المعنيه بنهر النيل، ومن وجهه نظري ان شاء الله مش هيبقى فيه مشكله، لان نهر النيل بيجري في مصر بامر الله منذ ان خلقها الى ان تقوم الساعه. جميل، وزي ما حضرتك قلت وعالج مشكلات كتيرة زمان، ولازال لحد دلوقتي برضو قائم يعني بدوره في حل طبعا المشكلات دي. هو السد العالي مهم جدا زراعيا ومهم جدا صناعيا.
حتى انه غير في الشكل الطبوغرافي او الشكل التضاريسي بالنسبه لجنوب مصر، واصبح من المصادر الهامه للدخل المصري او للاقتصاد المصري بوجه عام. يعني بشكل عام في حلول منطقية وجذرية بتقام أو بتسعى إليها الدولة زي ما حضرتك قلت للحفاظ في النهاية على الموارد المائية أو حسن استغلال هذه الموارد. اه طبعا، بدليل ان احنا من ضمن العوامل اللي قلنا عليها اساليب ادارة المياه العذبة قلنا ضبط مياه الانهار، ولن تتم الا عن طريق انشاء السدود والبحيرات الصناعية اللي هي زي بحيرة ناصر، مش اسمها بحيرة اسوان، بحيرة السد العالي او بحيرة ناصر، ودي تعتبر اساس للتنمية الاقتصادية في مصر وبخاصة في جنوب الوادي والدلتا، واحنا عارفين كلنا ان هناك العديد من كلما المصانع امتلأت والقيمة يعني الحالية. هذه البحيرة كان خير بقى، اه طبعا، المخزون الاستراتيجي كل لنا ما بيبقى فيها زي فيضان أو امتلاء ده بيكون خير بيعم على طبعا البلد. خير لينا، وفي مشاريع كتيرة ممكن تقوم عليها اشهرها مفيد توشكا، وممكن يعني كأفكار ممكن نستعين بمجموعة من المنخفضات او الأودية الجافة التي تنحدر او ينحدر نهر النيل اليها، ممكن اوصلهم بيها في حالة وجود فيضانات يعني او فكرة قياس منسوب المياه الموجود في بحيرة ناصر كما حدث يمكن في الأيام الماضية لما كانت في غزارة أمطار، ده شيء كويس جدا، هو ده اللي بنقدر نحدد منه فعلا الكميات الموجودة في نهر النيل والمنسوب الموجود، اه صح؟ طبعا. اي زياده او نقصان في كميات الامطار بنعرفها عن طريق قياس منسوب نهر النيل، ومصر طبعا انشات العديد من المقاييس حتى في دول المنبع، يعني مش عندنا احنا بس، لان لابد ان نتنبأ بان الفيضان السنه دي غزير او الفيضان السنه دي متوسط او قليل علشان احدد السياسه المائيه اللي انا هستخدمها. يعني محاصيل زي الارز والقصب بتحدد على حسب كميه المياه المتاحه، وانا على ما اظن السنه دي في كميه كبيره من المياه ممكن استغلالها او استخدامها بصوره افضل. زي ما حضرتك قلت نحدد المحصول الفلاني استمراريته اه او القدر المتاح من الزراعة او على لا. حسب اهميته الاستراتيجيه، يعني انا مثلا لو المحصول ده ضروري في غذاء الانسان او في الامن الغذائي ومش هقدر اوجد له بديل او ان انا استورد منه كميات، يبقى الافضل ان يكون عندنا اداره جيده ليه. جميل. اخيرا هناخد دور مصر. حرصت مصر دائما في المشاركة الفعالة في كافة مشروعات إدارة مياه نهر النيل في بعض دول حوض النيل من أجل زيادة حصتها لحوالي 55.5 مليار متر مكعب وتخزين مياه الفيضان. زي ما قلت مش شرط إن أنا أخزن بس، ممكن أولد منها كهرباء أقلل الفاقد، وبخاصة إن كان جزء كبير منه بيفقد في البحر المتوسط، أحسن وسائل الري وأنظم الجهود بتاعتي اللي أشهرها إنشاء خزان صناري على النيل الأزرق، ده لصالح السودان، المساهمة في تكاليف إنشاء سد جبل الأولياء في السودان، وبالمناسبة ده كان قائم لمصر أساسا ثم قامت مصر بتسليمه إلى دولة السودان 1977 من ضمن الصفقات اللي مصر اتفقت مع السودان من أجل السماح لمصر بإنشاء السد العالي على أساس إن هو أكبر خزان على مستوى نهر النيل. المساهمة في تكاليف إنشاء سد جبل الأولياء، في تكاليف إنشاء سد أوين بأوغندا، وذلك لتكوين رصيد احتياطي. ومعذرة أنا قلت سد أوين لأوغندا وكينيا، هو لكينيا وتنزانيا، هو لأوغندا وكينيا، وده الغرض الأساسي لتوليد الكهرباء لكينيا وأوغندا، رغم إن اللي أنشأته وتحملت أكثر من نصف تكاليفه كانت مصر. بدء تنفيذ مشروع قناة جونجلي في سنة 1978، وبالفعل تم الانتهاء من حوالي 70% منها، ولكنها توقفت بعد نشوب الحرب الأهلية في جنوب السودان، ومن المتوقع أن يتم الاستئناف والعمل به في العصر الحديث. والمشروع ده بصورة بسيطة، أنا قلت أثناء الشرح أن منطقة أعالي النيل بحر الجبل والغزال والزراف والعرب بيفقد النيل فيها كمية كبيرة جدا من المياه بسبب السدود النباتية. هم عملوا قناة وأوشكت على الانتهاء زي ما الدرس بيقول لنا حوالي 70%، عايزين يوصلوا مائية أعالي النيل مباشرة إلى النيل الأبيض، يعني عايزين يتخطوا أو يتفادوا منطقة السدود النباتية، ودي من شأنها إن هي تزيد من كمية المياه تقريبا بحوالي 15 مليار متر مكعب. يعني كانت في اكتر من دولة واكتر من اتجاه، يمكن زي ما حضرتك قلت سبعينات وخمسينات القرن الماضي الكل كان بيفكر والكل كان بيتجه للحفاظ على نهر اه طبعا، النيل. هو نهر النيل من ايام الفراعنة وهم بيهتموا بضبطه وتجفيف مستنقعاته.
وعندنا قناة جونجلي زي ما قلت من القنوات المهمة جدا جدا. يعني أنا كنت قرأت مقالة عنها بتقول إن مصر والسودان ده ساعة إنشائها قبل تقسيم السودان إلى شمال وإلى جنوب هتبقى من أكبر منتجي القمح على مستوى العالم، وبالأخص إن السودان بها أراضي خصبة كثيرة من الممكن استغلالها في الزراعة. حفر عشرات الآبار في كينيا، نلاحظ برضو حفر عشرات الآبار وفي كينيا واللي ساهمت بيها مصر. تطهير بحيرة فيكتوريا وكيوجا من الحشائش، وبالأخص اللي هي عند مدخل نيل كيوجا أو نيل فيكتوريا من الحشائش، واللي قدرت ب 14 مليون دولار في 2014. ودي مصر مهتمية بها اهتمام كبير رغم ان المنبع الدائم نسبته قليلة حوالي 16%، ولكن في المجمل انا محتاج الى كل قطرة ماء في نهر النيل، علشان كده وجب علينا استغلال نهر النيل افضل استغلال، وادارة الموارد العذبة افضل ادارة حتى يتسنى لنا القيام بمشروعات التنمية. أفكار جميلة ختمنا بها هذا الدرس الثاني في منهج الجغرافيا أو مقرر الجغرافيا. بنشكرك يا مستر على وجودك معنا وشرحك الجميل المبسط الوافي الوافر. شكرا شكرا لحضرتك. أعزائنا الطلاب، حتى يجمعنا مع حضراتكم لقاء في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم مع مقررات ومواد جديدة. شكرا لحسن وطيب المتابعة، وإلى لقاء جديد.